تزوجت بها في شهر زوج 11 شهر زوج 2022. يلا غير الدعم. غير الدعم اختي. عندكم شو وليدات؟ لا. ما ولدتوش؟ لا لا ولا اصلا ما كنت. وانا اصلا انا اصلا العلاقه الزوجيه ديالي معاه ما ماشي علاقه زوجيه نيت. طبيعيه. ماشي طبيعيه. يعني ما تقدرش تحمل منها. لا ما نقدر. هي اصلا هي اصلا العلاقه اللي سالك ما كتعطينيش حقي حقي في العلاقه. واخا حضر راسك عافاك وهضر باش بحيت كلشي ما بغيتيش تبان. نعم. في العلاقة كما قلت لك يا اختي انا في الاول لسالك العلاقة الشرعية العلاقة الشرعية اللي دارها الله هي ما كتبغيهاش ما كتبغيهاش كتبغي غير هادشي اللي حرم الله وما يمكن ليش غادي ندير معاها هادشي اللي حرم الله بانني داير بانني داير شي حاجة حلال حلال طيب مع الله مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشره معكم من مدينه صدى البيضاء. اليوم معنا واحد السيد اللي عنده مشاكل مع الزوجه ديالو اللي للاسف يعني كلقى معها مشاكل في الفراش كطلب منه انهم يقوموا انهم يديروا شي ممارسات اللي هي شاده ما كتبغيش تمارس يعني ممارسه اللي هي طبيعيه ديال الحلال وهكا وعنده شي مشاكل معها ما غاديش نتكلم لكم اكثر وما غاديش يعني نحرق لكم التفاصيل غادي نخليكم معاه باش هو يتفضل ويتكلم لنا اكثر على هذه القصه هذه. مرحبا بك اخويا. السلام عليكم. قول لي اخويا شنو معك؟ خويا اختي عندي مشكل مع الزوجه ديالي. تزوج معها في 11 شهر زوج 2022. وما كتعطينيش حقك وما كتعطينيش حقي في الممارسه الشرعيه ديال الزواج. كطالبني بشي امور. شي امور اللي خارجه على الطبيعه البشريه. شنو كتطلب منك؟ كتطلب مني ممارسة الجنس من الدبر. تقول لك تمارس معايا الجنس من اللور. من الدبر وما يمكن لي ما يمكن ليش اختي انا ما يمكن ليش انا باش ما مارس معاك شي من الدبر و سالك نزوة ديال دقيقة غادي تخرج لي على حياتي كلها لا لا ما يمكنش ما يمكنش ودابا جابت لي ثلاثة ديال الدراري وكطالبني باش نحطهم لها في الحالة المدنية. واخا غيضر عافاك باش كطالبني باش نحطهم لها دابا في الحالة المدنية أي عقل ثلاثة الدراري ديال من ولاد ولدهم من علاقة غير شرعية ولادها هي جايباهم ليا كتقول لي دابا تحط نحطهم لها دابا في الحاله المدنيه. اييه. وما يمكن ليش انا باش غادي ندير باش نحطهم لها في الحاله المدنيه لا حطيتهم لها في الحاله المدنيه انا غادي نولي متابع قضائيا. ماشي ولادك. ماشي ولادي. ودابا كنطلب من الوكيل جلاله الملك. باش يتدخل في هذا الموضوع ويدير لي حد بيني وبينه. كي داير الحياه الزوجيه معاه؟ ما كان الحياه لا حياه الزوجيه لا والو اختي. وقد قرب لنا اكثر من تفاصيل، عطينا شي تفاصيل وحده اخرى. كيفاش كتعيش معاها سيدي؟ اختي كنت كنعيش معاها. كيفاش كدير راسك اخويا؟ عذرا على هاد الشيء العصاب اللي كانت. ماشي مشكل غير بشويه واخا تكلم لنا غير بشويه عليك ودار لينا كلنا شويه. وحنا مبغيناكش تبكي، حنا جينا عندك حنا بغينا باش نعاونوك باش نوقفوا معاك باش تلقانا نسمعوا ليك ماشي باش تبقى تبكي اخويا. علاش كتبكي؟ كنبكي بنا انا مواطن مغربي وتعكرت بهاد البلاد ديالي. فاش تحكرتي؟ وانت عندك مشكل مع مراتك؟ تعكرت بين السلطات وهكا كشي ما كي ما عندك مشكل مع مراتك خصك تفك المشكل مع مراتك ما تلغط شي واحد ما حقرك هادو مشاكل زوجيه كيقدروا يوقعوا ما بين اي جوج ماشي غير انت بوحديتك واخا سيدي هضر لينا كيفاش كتعيش حياتك معاها دابا لا دابا حياتي ممزقه هي بقنت وانا بقنت فارقين ومفارقين اختي وكتطلقني دابا بالزنقه
كانت تكرفس عليها هي وواحد هي وواحد مجموعة ديال صحاباتها. باش كتكرفس عليها؟ بالسب والقذف وضربوا. وانت كتقول لي حط لي المصروف ديال الدراري، كيفاش انا غادي نحط هذا المصروف ديال الدراري وماشي ولادي؟ انت فاش خدام؟ انا كنترزق الله. انا انتوما كتشوف بالحياة، انا معاق. انا معاق اختي، يعني ما عندك شي خدمه ولا شي راس المال؟ ما عنديش شي راس المال ولا باش كتقول لي جيب لي المصروف ولا غادي نخرج نفسد. شو دير؟ ولا غادي نخرج نفسد ولا اصلا كتفسد. لا ما بغيناش نتهموا شي واحد. هاد الاتهام انا قدام الله وقدام العبد وهاداك الشيء ميقن. شوف اسيدي، حنا ما بغينا نتهموا حتى شي واحد، هذاك الشيء كيبقى ديالها شغلها هذاك، حنا ما عندنا علاقه بها. نعم اختي. حنا دابا كنسمعوا لك انت، كنحاولوا نعرفوا المشكل ديالك انت معاها ياك، باش ان شاء الله يعني من خلال هذا اللايف هذا تكون واحد تدخل، يكون واحد تدخل وان شاء الله تفك الامور على خير. اختي كيفاش كتعيش معاها في الحياه الزوجيه ديالك؟ اختي كما قلت لك انا ما كاين لا حياه الزوجيه لا والو، فقط فقط غير الاداب والاهانه وهكاك شي، ما كاين لا حتى شي حاجه. فقط شنو الغرض ديالها هي؟ الغرض ديالها هي هذيك الوثيقه ديال الزواج اللي دارتها ولا فاتها، فقط هذا الشيء اللي كاين اختي. وكيفاش قلتي لي زورات الوراق ديال الزواج؟ زورات الوراق ديال الزواج، الورقه ديال الخطوبه ديالها بينا هي والده الاولاد وهكاك شي، وزوراتها دايره بها عازبه. علاش؟ ما خصهاش دير عازبه، خاصها دير ام عازبه ماشي عازبه. سمعتي؟ يعني قالت لك بانني عازبه ما عمرك تزوجت، ولكن هي قبل زوجات و لا داير علاقه غير شرعيه. واش داير علاقه غير شرعيه؟ علاقه غير شرعيه، كانت مصاحبه. والده ثلاثه. امين اختي امين. اخر مره يعني شفتوا بعضياتكم امتى كانت؟ ولا البارح. جا تلاقيت معاها هنا في ليتاتوا. هذيك الشيء قالت لي المصروف ديال الدراري، قلت لها لا، وهكاك شي هكاك شي تجمعوا عليا هي وصحاباتها هذيك العصا والعصا والسبان وهكاك شي، وصلت حتى الضرب. هذي بغاو يحيدوا لي يدي. لا حيد اخويا الضرب عاد. حيدوا لي الضرب وهكاك شي، بغاو يحيدوا لي يدي. قالوا لي باش ما تمشيش عند موالي الوقت، باش ما تذكرانيش بها، باش ما تمشيش للسلطات. السلطات. نعم. ما حاولتش انكم تجلسوا وتهضروا بعضياتكم وتتفقوا، يعني تلقاو شي حل بعضياتكم؟ لا جلسنا انا وياها وتابقنا وهكاك شي باش نديروا الطلاق اتفاقي. مشينا للمحكمه ودرنا الاجراءات وتهلك شي، ولكن في الاخر هي شدات الاوراق ديال الاجراء ديال الطلاق اتفاقي وشرقاتهم. يعني ما بغاش تطلق منك؟ ما بغاش تطلق مني. كتبغيك؟ لا كانت كتبغيني ما تخونيش. علاش هي خانتني وبالدليل؟ علاش اخويا قلت لنا ما بغيتيش تبان؟ وبالدليل وبالدليل اختي، عندي الدليل. كانت عندي رساله واحده لوكيل جلاله الملك باش ينصفني في هذا الموضوع، يدير لي انا وياها حل، وكان طالب بالطلاق. يعني باغي تفارق معاها؟ باغي نتفارق معاها، انا عييت من هذه المشاكل اختي. اذا المشاهدين الكرام، اذا المشاهدين الكرام كيف ما شفتوا معايا، كانت يعني هذه القصه ديال السيدي معنا، ديال خونا اللي للاسف يعني النصيب ديالو ما كانش يعني ما كانش مناسبه، لقى مشاكل مع الزوجه ديالو، يعني حاول انه كيف ما قال لنا يعني دخل، حاول انهم يهضروا هكا يلقاو شي حل، ولكن للاسف ما يعني ما توصلوا حتى شي حل. راه التليفون ديالو هو 07 14 25 38 31. اذا المشاهدين الله يجزيكم بخير، تقدروا توقفوا معاه وتقدروا تساعدوا من خلال هذا الرقم هذا، تواصلوا معاه اللي هو نعاودوا لكم 07 14 25 38 31. وبهذا
وبهذا مشاهدينا كنكون وصلنا لنهايه هذا البث المباشر. نلقاكم ان شاء الله في بث مباشر اخر. الى اللقاء.